السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معاكم من ألعاب. رجعنا لكم اليوم أنا 1800. حأرجع أذكركم بالحلقة الماضية شو صار معانا. طبعا بالحلقة الماضية رجعنا من محل ما كنا بعد ما كنا مهاجرين، رجعنا للبلد الأساسي بعد ما توفى والد البطل واخته. دعته برسالة انه يرجع حتى ينتقم من عمه، لانه عمه اخذ الحكم عن ابوه. ومثل ما شايفين هون عم يحاول يدمر المدينة بالطريقة اللي هو ملاقيها مناسبة لإله. طبعا اخذ الحكم واخذ الملك واخذ كل شيء منهم وتركهم برا. هن انتقلوا لهي الجزيرة الصغيرة، واللي منها عم يحاولوا يرجعوا يأسسوا إمبراطورية أبوهن ويرجعوا رجعوا المجد تبع أبوهن. فخلينا نلعب مع بعضنا. طبعا هذا انكشفت لنا هون كمان اللي هي الحكم، اللي هي المجلس الأعلى، هذا تبع مجلس الشيوخ أو ما بعرف شو بسموه تبع الحكم. تمام، وهلأ حنكمل بالمهمة، واللي هي اللي احنا هلأ عنا فعليا مهمتين. واحدة عبيل لك upgrade to worker residence، يعني طور مدن، طور البيوت ولو على الأقل بيت واحد. وبعدين عبيل لك wait for Edward to contact you about the debt to get your shipping license. انتظر Edward لحتى يتصل فينا ويعطينا شو اسمه رخصة النقل. طيب خلينا نطور، خلينا نطور دول أقرب على العين. تمام، اكيد في شيء هون بالتطوير. ما هاي حلو. With several passionate young reporters enlisted, our publishing house is already well underway. ناقصنا نسيت انا موضوع العمال. Workers can handle stubborn debris on ditch water. If it's to be the center of our new enterprise, it needs to be immaculate. اوكي. على هذيك الحلقة أنا طولت لكم إياها. هذيك الحلقة طولت لكم إياها، هلا هي الحلقة رح أحاول ما أطول لكم إياها حتى تقدروا تفهموا القصة كلها. وبصراحة ما قدرت أطول عليكم لأنه أنا الترجمة ما لها بهالسهولة طلعت، فعم تاكل معي وقت. تمام، هيك عم نطور. هدول في عنا هون. اوكي هلا فلاحين عندي 27 والعمال 80، ف ها صار عنا نقدر ندمر هاي المنطقة البقيانة. بظن فينا صار هون كمان. تمام، جيم سيفت. في هدول تتين تاركينهم. لا 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 لا، حقهم مصاري هدول يا اخي، مصاري حقهم. دمر 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 عليها تنجلي الشام والمخملي. وين هذا؟ في هون كمان. دمر، نظف لي المناطق هي كلها، هي حرف الشيكات. طيب
عم يقول لي لازم يصير عندنا 150 عامل، عندي هلا 80 عامل لازم نطور، عندي صار 56 صار فينا نطور. بس قبل ما نطور انا بدي اعرف اول شيء الموضوع. ليك هذا شوف اصلا ما عنده الخشب، بينزل شو هاد؟ ايت كومن سيف ريبير، عامل بيصلح. اوكي لين اجى هذا العامل؟ هايرنج في بلا 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 كيوبمنت ان شيبينج، ما بعرف شنين هذا، بس شكله هذا من الجماعة اللي اجوا. هاي السفينة تبعيتنا. طيب ليك بيعطيني هذا لما بشيله بيعطيني حجر حلو. معناته لازم نعمل الكلي هلا. طيب بس قبل ما نعمل هذا شوي، في انا عندي شغلة بدي اعرفها اول، الا وهي موضوع الاكل شلون ماشي. خلينا نشوف، اعتقد من هون تمام. خلينا نشوف الستوريج عندنا، الخشب لتحت ما في مشكلة، هذا ما مهم. عندنا اهم شيء هو الاكل، فالاكل بالزايد ممتاز. 27 لا صفر، 74 لازم نزيد. عندنا المشروب 2، عندنا الثياب 2، عندنا هون 2. اوكي كيف عندنا هون 2؟ هذا شو هذا برودكشن؟ كيف البرودكشن عندنا 2 اذا ما عندنا نحن برودكشن؟ مجانين هدول، شايف عندنا ناقص 20 هون، لازم نزيد معناتها الخشب. وعندنا هون ناقص 40، هون عندنا 126 اوكي، هذا 146 اوكي، 90% شغل اوكي كله تمام. معناتها خلينا بس نزيد. شو كنا نعمل؟ بدنا نزيد وحدة تبع خشب. عفوا بس انا اتأكد كنت عنا خشب ستوريج، عنا الشجر هذا مدري شو تينا. انا هذا بس الشجر ما عندي شجر كأنه. هذا هو صفر عندي، فلهيك لازم نحط واحدة الاخر هون. ممكن هيك اثنيناتهم بيشتغلوا، خلينا على شوي تمام. اوكي خلينا نعمل استودع هون. هذا الخشب كيف كان بيبتل؟ ايوة I'll put my feet up. طيب هيك صار عندنا خشب يكفي. لازم زيد، اعتقد لازم ارفع الاكل شوي. 57%، خلينا نزيد وحدة اكل حتى ما تمام. انا فعليا كنت بدي اشيل هدول من هون. We need something first.
اوكي هيك صار امور تمام. شو بدكم؟ خشب؟ بدكم خشب؟ في خشب. When do we start again? Next year. هذا نسينا نعمل له بيت. قصدي طريق. سوري. طلع ما يهمكش. طيب انا عملت كذا الحركة ليش؟ لانه بدي احذف هذا الطريق. احذف هذا الطريق. نرجع نعمله. هون. ليش حتى اها هلا هيك صارت الامور سليمه عنا. بدنا نزيد اول المشروب. قديش عندي بطاطا؟ بطاطا صفر والمشروب بالزائد. معناتها بس بدي ازيد البطاطا شوي. شو هالموسيقى الرومانسية هي؟ يا عيني يا عيني. هلا هيك صار بطاطا ممتازة. بدنا نزيد القطن. لو انه فينا الواحد ياخدها هي يعمل نسخ هي والارض تبعها هي وال هلا صار فينا ننزل الكلي. وين هذا الكلي؟ تعف 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 هون. اول شي لازم نحط هذا هون، بعدين نحط هذا جنبه، بعدين نعمل لهم طريق من هون. هذا بده كلي اصلا، ما عندي كلي. طيب نعمل له طريق عادي. هيك صار عنا الأمور سليمة. ننزل من هاد خنازير. الخنازير نزلنا ده وين هون؟ هذا بده، هذا ما بيلحق. هاد ارتفع، طور لك شوي. يعني اتطور كمان، ما بتطور اكثر من هيك كمان، ما بتلحق يا اخي. هي بشاعة بهي اللعبة على فكرة. انا هذا اللي بكرهه فيها، انه كتير بيطلبوا عمال. يعني هذا ما بيلحق. بالاجزاء الماضية كان واحد بكفي، صرت هلا مضطر تعمل اكتر من بيت، اكتر من وير هاوس لحتى تقدر تقدر تشتغل صح. طيب هذا عم ياخذ من هون، ممتاز. يعني كان كلي هون كمان؟ لا، وين كان فيه؟ في هون كلي. هون خلينا نمد من هون. اخذ واحدة هون، هون. اوكي، ونعمل لون وير هاوس صغير. وير هاوس خليها هون. هذا شو ناقصه؟ هذا ليش ما اشتغل؟ ما معنا مصاري. نزيله موضوع المصاري. يا عيني عليكم. ارفع ارفع. وينه هذا تبع الرفع؟
خالي بهالبيوت، خليها تقدر تدفع عنا لو حصيلة المصاري. علينا عم نعمر بس يعني حالنا. شو بده؟ بدهم خشب كمان، ما عندهم خشب. وهذا بعيد عن الم. You need a warehouse, you do. You need a warehouse, you do. I don't need. You need. نطلع لك يا انت. نيح هيك نيح. اصلا طلع مكانه ظريف، احلى من المكان القديم. ناقصنا عمال، يخرب بيتكم ما عمل لحق لكم. يلا اعملوا هنا خشب لحتى نطلع لكم عمال. شو وضع القلاية؟ صار عندنا كثير خشب. وين كان هذا؟ صار عندنا ارتفاع 30. ممتاز. لسه عنا هذا، خلينا نرفعها. Thought machines had stole me job. نعم جون 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 جون. لسه بتحكي صيني. على سيرة الصيني يا جماعة، يلي ما سمع بفيروس روهان يوهاين يوهان يروح يتسمع، يروح يتأكد، لأنه في فيروس هلا جديد طالع بالصين. هو من فصيلة الكورونا، بس الفيروس مميت. فديروا بالكم يا جماعة، عوارضه بتشبه عوارض عوارضه بتشبه عوارض الانفلونزا العادية، بس بتصاحبه حمى. هذا شو بده؟ بده عمال. بس بتصاحبه حمى. فديروا بالكم يا جماعة، لأن الموضوع انتشر برا الصين، بس ما في شي بيخوف الحمد لله لساته، يعني أمور بسيطة. هذا مو أول فيروس بينتشر بالصين. في 2003 صار في فيروس تاني اسمه فيروس سار، كمان انتشر وراح فيها تقريبا وقتها 800 شخص، وانتشر لأكثر من 8000 شخص عدا من أصاب فيه. بس الحمد لله لقوا له دواء وقدروا يعالجوا الجميع. إن شاء الله هلأ كمان بيقدروا يلاقوا دواء وبيقدروا يعالجون، والله لا يضر حدا بحدا. هذا شو؟ هذولي. طيب نحن ليش المصاري عنا بالناقص؟ بدنا نرفع، لازم نرفع ال صار فينا نرفع. Our editorial section is sure to grow along with your city. We are fine-tuning the first issue as we speak. يا سلام. You reached a new milestone. Thank you. صار عندنا 70، صار عندنا نقص. معلش انا بس بدي ارفع. Father's fortitude. These people will follow you as they once followed him. Thank you. I'll follow them as well. New building have been unlocked. حلو. اعتقد هذا تبعنا. Your worthless rags have barely covered anything. Now, bring me sails. It's not like you have any use for them. ما راح اجيب لك شيء، روح عني. Clearly uncle's intention is to keep us from ever owning a shipyard. Game say. لا تخافي، لان راح يصير عندنا شيبيارد غصب عنه، غصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. نحن اهل الشيبيارد. يارد لقلك.
وين اليارد؟ قصدي وين الشب؟ قصدي وين المهمة؟ هافن ستورج. طيب هاي المهمة خلي ولي. هذا شو؟ تشيرش. شو كبيرة يا اخي، ليش هيك مكبرينها؟ ما بدنا نعملها اصلا، ما عندي مصاري لإلها. ما في عندكم طيب جامع؟ ما بصير هذا التميز العنصري. هذولي لازم نعمل لهم اكل، هذولي بحبوا بطنهم. يسين هين يبين يا وين ال ما عملنا ال ما عملنا هي يا اخي لازم وين نعملها هون. تعال نعملها هون تبع الخنازير هاي. تيري ري 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 تيري ري ري هيك 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 وهيك. شلون الترتيبة حلوة. هلا شوفوا شو بدنا نعمل لكم، منكم أحلى ترتيبة بالعالم. في دببة هون عملها ياكلنا شي دب ما لنا حاسين. تا شفتوا شلون هيك الشغل على اصوله. هات شوف هذا المعمل العجيب. العمل هذا هلا ما عملناه. ما معنا خشب ولا معنا مصاري ولا معنا شيء. اوف صار عندي ناقص 300. انا شكلي خرسي، ما بدك شيء، ما بدي اعطيك شيء. وانت سكر وقف ليش. صاري ما في مصاري يا اخي، راح نفلس شوي تاني. بدك تشوهي صورتنا قدام الاجانب، بدك ابوينا يغضب علينا بقبره. الله لا يعطيك العافيه. فين هذا؟ قبل ما اعطيه بدنا نامن دول لانه لازم. شو صار؟ حريقه. وين حريقه؟ شو هاي؟ You will not spoil my plan. خرس خرس. في حريقة وينها؟ طفوها شكلهم. طفوها هون. طفوها ما تحترق. برافو عليكم يا بضايات. برافو عليكم. Competitor raised a settlement. Competitor. مين هذا الكمبيوتر؟ ياكل قتلي. طول بالك. علي ريز اسد. أنا برجي لك فيه. شكله صرنا بعيدين عن الهيئة. هيك صار عندي عمال كافي، صار عندي وركرز كافي. بس هذول شوف خلينا نأملهم شغلة صغيرة. أول شي هذا هاي المزارع. والله يمكن لازم نتوسع لأنه خريطة تبعيتنا صغيرة. في عندنا هون لسه هاي بنفتحها هلأ، بس كيف نفتحها؟ نفتحها من هون مو هلا، بعدين يمكن على الجيل
الجيل القادم. هذا ما عنده وقت، ما خلص قلع نيمه شوي. نجيب نعمر هون، فينا ننزل من هون صحيح؟ تعال فينا نعمل درجة هيك. لازم نطلع. ما بيعمل دراج، ما بيعمل دراج، متخلفين. كيف انا اعمل لكم دراج؟ نعمل من هون. هذا لازم اول شيء نمطه شوي. من هون. اوكي لازم تعال نعمل هون ال هلا من هون. يا هو بآخر الدنيا حتى ما حد يشوفها. لا قرب شوي لهون. كان حطوني وير هاوس. وين الوير هاوس؟ هذا الوير هاوس. اوف قديش فينا تزرع. حلو مبدئيا واحدة بتكفي حتى ما كتير. ما طاحوني صغيرة هون، ما تقعد هون طاحوني، تقعد هون. ما بتقعد هون. ومخبز صغير. A competitor raised a settlement. لك الله يهني يا أخي، شو دخلنا نحن؟ Raise a settlement. Raise a settlement. ولا لازم نحطها هاي. نحطها هون جنبها. هاي ما بدنا نحطها جنبها. نحطها هون. خليها أكيد نحطها هون. الله ما له محل عندي. احطه هون هيك ظريفة. هي الحركة ظريفة. ها طيب بلا ميسينج بلا بطيخ. خلينا نخلص له هذا بقى. مهبته ولا عمهله؟ عمهله نيمه. خلينا نرفع اول شيء هاي ليك قديش عندنا ناقص العمى بعيونه. هلا يلا بس هذولي يجيون شوية اكل بيمشي الحال. بدنا الجامعة. وين الجامعة؟ يكون هون الجامعة مش هون. هاي وين هي الجامعة؟ هاي شو هاي؟ سكول. وين سكول؟ ما فهمت سكول. Painflits pickets healthy on his protest. If some silver spoon stiffs want to deny silver spoons. اي بطران كمان. بطران الاخ.
كمل مشروعنا اللي كنا بدأناه هون. والله بتعرف شو هذا، لازم يرتفع شوي لهون، هذا لازم يرتفع شوي لهون، بعدين نجيب هذا من هون هيك، هذا هيك، هذا هيك، ها هلا صارت هيك تمام. عرفتوا حالكم شو هي، ما في حركة هون بدنا نعملها بعدين، بس مو هلا، بس ليصير معنا مصاري هلا ما فاضي. هلا بدنا من هون، امورهم تمام، دول امورهم تمام. طيب خلينا نشغل هون وحدة بس. ريدي يلا ستارت. تمام هلا صار الشغل تمام. صحيح ناقص 300 بس هلا بدي ارتفعوا، شايف؟ ها بلش، بلشنا نرتفع. بالشكل هناكل، هناكل قتلة. بلش ينزل الخبز، هلا بنزل النقانة، يمشي لحالنا. فينا نرفع كم بيت على فكرة، نرفع دول. اوكي هيك تمام، دول خلص حاجة. هلا هيك صير بالموجب. بس نصير بالموجب نترككم اليوم. إذا حابين تضلوا معنا ادعوا لحتى ما يصير بالموجب. لازم نعمل بالموجب، ما بمشي الحال، هيك عم نخسر مصاري يا أخي. شو هذا؟ شو بتكون؟ Be it from us to make the foreman work. Help us out, will you, boss? Ask your boss. Provide a resident with 6 o'clock. A little love is all we ever wanted. All we ever wanted. We have a lot of love. We will give you. Don't worry. مو هلا، طول بالكم. شو كنا نعمل لهنا؟ كنا بدنا نعمل شغلة. أمور هون عم ترتفع، ممتاز، برافو برافو برافو. بلش يجيون هلا، بدها تصير بالموجب كمية الشبيب اللي عنا، راح يصيروا بالموجب أكيد إن شاء الله. يلا 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 يلا. هذا بنرفع كم؟ خلينا نزيد شوية بيوت. بس هلا بهالزيادات هدول بدنا نصير لازم نزيد، نزيد مشروب. هذا هذا عشان يغطي هاي القرنة. تمام هلا بما ان الامور تميمة، تمام عفوا، صرنا بالموجب يا شباب، هيك
معناتها حلقتنا راح تكون خلصت اليوم، لأنه هذه كانت المهمة الأساسية تبعيتنا. في الحلقة الجاية راح نحقق مهمة هذا الإدوارد اللعين، الإدوارد أو إدوارد whatever، ومنعطيه الأربع أشرعة وبناخذ رخصة الشحن أعتقد. فاللي حابب يعرف كيف حنقدم نعملها تابعونا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وحتى حتى نشوفكم مرة تانية. يومكم سعيد.